أهلا بكم في فيديو اليوم. سنتحدث وسنجيب عن أحد أسئلة المتابعين حول كيفية إضافة تسجيل الدخول عبر حسابات التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا في موقع ووردبريس. فبدلا من أن يقوم الزائر على سبيل المثال بتسجيل الدخول بموقعنا وإنشاء حساب في موقعنا، يمكنه الدخول إلى الموقع من خلال حسابه في الفيسبوك، من خلال حسابه في تويتر، من خلال حسابه مثلا في جوجل بلس إلى آخره. فكيف يمكن القيام بذلك؟ سنقوم بتثبيت إضافة ومن ثم سنقوم بضبط إعداداتها. هذا كله، فإذا سنذهب بداية إلى إضافات، أضف جديدا. في صندوق البحث عن الإضافات سأكتب الكلمة المفتاحية التي أريد أن أبحث عنها وهي social login. سيظهر هنا عدد من الإضافات التي تقوم بنفس الوظيفة التي أريدها. فمثلا هنا يوجد هذه الإضافة، أيضا يوجد هذه الإضافة. سأقوم بتثبيت هذه الإضافة وسأقوم بالنقر على التنصيب الآن. ومن ثم النقر على التفعيل لأقوم بتفعيلها. سيتم الآن التوجيه إلى صفحة الإضافات. هذه هي الإضافة. يمكنني الآن أن نقر على إعدادات لضبط إعداداتها، فسنقوم بضبط هذه الإعدادات بعد قليل. فإذا سنقوم بالنقر على إعدادات، سيتم التوجيه إلى صفحة إعدادات هذه الإضافة. نلاحظ أن هناك عدة صناديق مثل صندوق التسجيل عبر الفيسبوك وعبر جوجل وعبر تويتر. إذا أردنا تفعيل أي من هذه التسجيل، مثلا إذا أردت تفعيل أن يقوم الزوار بتسجيل الدخول للموقع عبر الفيسبوك، فيمكنك النقر هنا على تفعيل وكتابة المفاتيح وإدخال المفاتيح التي تحصل عليها من موقع الفيسبوك بطريقة معينة هنا. وإذا أردت إلغاء تفعيل تسجيل الزوار عبر الفيسبوك، فبكل بساطة قل لا، سألغي التفعيل عبر الفيسبوك. نفس الموضوع بالنسبة لجوجل وتويتر، أيضا ألغي التفعيل عبر تويتر وأبقي فقط التسجيل عبر جوجل. فالآن علي جلب هذه المدخلات من موقع جوجل. فكيف يمكننا الحصول على هذه المعلومات؟ بكل بساطة سأقوم بالنقر هنا. كيف يمكننا الحصول على هذه المعلومات؟ هنا سيشرح لي بالخطوات كيفية الحصول على هذه المفاتيح من موقع جوجل. فسأقوم بالذهاب إلى هذا الرابط. طبعا يجب أن تقوم بتسجيل الدخول عبر بريدك الإلكتروني جيميل حتى تستطيع استخدام هذه الخدمة. فإذا يجب أن يكون لك بريد إلكتروني وأنت مسجل دخول به للتو، وسيتم التحويل إلى هذه الصفحة. للتو أنا قمت بإنشاء مشروع في هذا الموقع بناء على هذه الخطوة، إنشاء مشروع. لكن إذا أنت في حالتك لن يكون هناك أي مشروع في صفحتك، فكل بساطة في أعلى الصفحة ستجد هذا السهم هنا. قم بالنقر عليه. سترى كل المشاريع التي قمت بإنشائها للموقع في حالتك لن يكون هناك أي مشروع. ثم قم بالنقر على إشارة الزائد هنا التي تعني إضافة مشروع جديد أو بروجكت. من هنا ليس عليك إلا كتابة اسم هذا المشروع. فمثلا سميه أي شيء تريد ولكن شيء مفهوم بالنسبة لك. فمثلا ووردبريس لوجن. ومن هنا سيتم إنشاء رمز معرف لهذا المشروع بشكل تلقائي هنا. ثم قم بالنقر على كرييت أو إنشاء، وسيتم إنشاء هذا المشروع أو هذا البروجكت. الآن يجب الذهاب إلى هذا المشروع لكي نبدأ
الحصول بعملية الحصول على المفاتيح المطلوبة. فإذا مرة أخرى سنذهب إلى هذا السهم هنا، سيتم عرض كل المشاريع لدينا. فاختر المشروع الذي قمت بإنشاء للتو، مثلا سأقوم باختيار ووردبريس لوجن. فالآن أنا في مشروع ووردبريس لوجن. الخطوة الثانية علي البحث عن مفتاح جوجل بلس، فبكل بساطة سأقوم بالنقر في صندوق البحث هنا، سأكتب جوجل بلس. في هنا سيظهر قائمة منسدلة بكل المفاتيح المتعلقة بكلمة البحث. سأختار جوجل بلس، ومن ثم سأقوم بالنقر على إنيبل أي تفعيل في الأعلى. يقول لي أن يجب إضافة أشخاص مسؤولين عن هذا المفتاح لكي تستطيع استخدامه، فسأقوم بالنقر على Create Credentials حتى أذهب وأنشئ المسؤول أو المسؤولين عن هذا تحديد الصلاحيات لهذا المشروع أو لهذا المفتاح. فمن ثم هنالك عدد خيارات علي ضبطها، فمثلا هنا يقول لي أين تريد استخدام المفتاح، سأستخدمه في المتصفح العادي، وأي معلومات يجب الدخول عليها سأقوم بالنقر على User Data، ومن ثم سأنقر هنا. الآن سيطلب مني إدخال اسم المستخدم أو رمز المعرف لاسم المستخدم بالفعل، فيمكنك كتابة مثلا اسمك، مثلا سأقوم بنقر نورس على سبيل المثال. ومن هنا يطلب منك كتابة اسم المجال الخاص بك. فمثلا أنا موقعي موجود على لوكال هوست، فسأقوم بكتابة لوكال هوست. ولكن مثلا إذا كان موقعك للتو موجود أونلاين، فيمكنك كتابة اسم نطاقة. فمثلا إذا كنت أنشأ مثلا مفتاح لمدونتي، فسأقوم بكتابة learnwithnow.com، ولكن ليس هذه الحالة، فإذا سأقوم بحذفه وإدخال لوكال هوست مرة أخرى. هنا علي أن أدخل رابط يتم تزويده من الإضافة نفسها. فمثلا إذا قمت بالذهاب هنا سيقول لي في هذه الخانة قم بإضافة هذا الرابط، فسأقوم بنسخ هذا الرابط. أنت تقوم أيضا بنسخه من صفحة إعدادات إضافته وإضافتي في هذه الخانة. جيد جدا. الآن سأقوم بإنشاء رمز المعرف للعميل. الآن علي إدخال البريد الإلكتروني الخاص بي، ها هو، وأيضا علي إدخال اسم المشروع الذي سيظهر للناس أو لجمهور العام. فما الاسم الذي تريد؟ فمثلا لوجن تو ووردبريس فيا جيميل أو أي اسم لا مشكلة. ومن ثم قم بالنقر على استمرار. الآن علي تحميل هذا الملف الذي يحوي كل المعلومات والمفاتيح التي علي تزويدها في أو إدخالها في حقول الإضافة. أما الآن فسأوقف الفيديو قليلا، وثم بعد تحميل هذا الملف سأريكم ما بداخله. إذا بعد تحميل الملف ستجد أن هذه المعلومات ستظهر به بهذا الشكل، ولكن لن نحتاج إلا فقط سطرين من هذه المعلومات، وهي Client ID والرمز المعرف للعميل. فسأقوم بنسخ
هذا الرابط، عفوا هذا المفتاح أو الرمز المعرف هنا، ومن ثم سأقوم بالذهاب إلى لوحة الإعدادات، وفي خانة Application ID سأقوم بنسخ أو بلصق هذا المفتاح. وأيضا المعلومة الثانية هو المفتاح السري، وسأقوم بنسخه، ها هو، ولصقه في خانة هنا المفتاح السري للتطبيق، وهكذا. ومن ثم سأقوم بالنقر على حفظ الإعدادات أو التغييرات. تم حفظ الإعدادات بنجاح. الآن سأقوم بتسجيل الخروج ومحاولة تسجيل الدخول عبر الجيميل. فإذا تسجيل الخروج، تحديث، ستلاحظ أن هنا يمكنني تسجيل الدخول في الموقع من خلال الجيميل. سأقوم بالنقر هنا، وتم تحويلي لصفحة الدخول عبر الجيميل. واسم المشروع الذي قمت بوضعه Login towards Login towards WordPress via Gmail، ها هو هنا. وسأقوم بالنقر على بريدي هنا، وسأسمح الدخول لهذا الموقع عبر بريدي. فإذا يطلب هنا مني إذا كنت جديد على هذا الموقع هل أريد أن أنشئ حسابا، أما إذا كنت موجود في لدي حساب للتو فيمكنني ربط حسابي، فسأقول أنني جديد للموقع. والآن تم بالفعل تسجيل دخولي في هذا الموقع. فإذا قمت بالذهاب إلى تحرير ملفي الشخصي، ها هو، فتم تسجيل دخولي في الموقع بنجاح. طبعا هذه هي عملية تسجيل الدخول عبر حسابات التواصل الاجتماعي إن كانت جيميل أو فيسبوك. في فيسبوك ستكون نفس الطريقة، ولكن ستقوم بإنشائها في موقع فيسبوك. في تويتر نفس الشيء. وهي فعلا شرح اليوم هو جدا جدا طويل، ولكن الموضوع يحتاج إلى الكثير من الوقت لشرحه. إذا كان لديكم أي سؤال حول ذلك، اتركوه في خانة التعليقات، وألقاكم في الفيديو القادم.